كان فضل السيد معكم السيد خرشي مفتاح رئيس جمعية أولياء التلاميذ بمدرسة خرشي محمد بقرية نوار. إذا كان نمد تعريف الاسم نوارة، تعتبر نوار أكبر تجمع سكاني بعد مقر البلدية لبلدية المطارفة. سميت نوارة نسبة إلى الإخضرار اللي فيها والأشجار المثمرة اللي كانت فيها، نقولوا كانت لأنه ما قعدتش بحكم قال ربما بفعل فاعل أو لأننا نشوف دروك سد القصب وصراصاري صاري فيه والجفاف اللي راه سموه، هذيك الأشجار راحت، كانت تمتاز من وراء أشجار المشماش كما إنتاج وفير للمشماش، لكنه نقول راح المشماش هذا بحكم الجفاف أو سد القصب الترسبات الطينية اللي فيها عدم سب المياه نتاعو ما يكفيش، راحت هذه الشجرة. سابقا كانت متنفس وهي رئة ولاية المسيلة بحكم الكثافة الغابية اللي فيها من أشجار مثمرة أو أشجار حتى الغابية، لكنه الآن شيء يؤسف عليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم إن شاء الله في مدرستنا، مدرسة خرشي محمد حي نوارة، معكم المدير مزرق عبد العزيز، مدرسة خرشي محمد تقع بحي نوارة، بلدية مطارفة، سنة الإنشاء سنة 1976، وسنة البناء أيضا سنة 1976، مدرسة نوارة تشمل على 9 حجرات ومطعم، يؤطر التلاميذ في المدرسة يؤطرهم طاقم إداري يتكون من السيد المدير والسيد مساعده بالإضافة إلى 16 أستاذا من بينهم 12 أستاذة، تشمل المؤسسة 511 تلميذا من بينهم 256 ذكر و255 أنثى، بالإضافة إلى عدد الآكلين بالمطعم 511. لدينا مشكلتين بالمؤسسة، المشكل الأول يتمثل في مشكل النقل، وهذا ما يؤرق ويؤثر على الأساتذة وعلى العملية التعليمية التعلمية، إذ لا يتوفر النقل بتاتا، بالإضافة إلى الاكتظاظ، إذ يتمثل معدل في كل فوج معدل 38 تلميذ، لدينا 511 تلميذ على 14 فوجا. النتائج المحصل عليها بالمؤسسة السنتين الأخيرتين 100% في مستوى السنة الخامسة و 88% بالنسبة لبقية المستويات. السلام عليكم، عايزين شراكم، شوف سمعتم باللي راه كاين حد هنا
كان اعلان وخلاص قرر نسمع. اي الله يبارك. واش رايكم في المبادره هذه؟ مازال ما شفناش. نو يعني خلينا احنا حسن النوايا هي الاولى. مليحه. ما في نديروا عندكم نشاطات كيما هكذا ولا؟ كانت لا على حساب علمك اول مره ثم مبادره راها مليحه ان شاء الله. بارك الله فيك. يا ربي كريم. البنات كل منا روحوا كل منا روحوا. البنات كل منا صحيح. هاي هاي. روح البنات كل منا هاي. هاي مسرقة مسرقة شوية. هاي البنات هاي. صحيح. عندك عندك. صحيح. منا منا. اهلا بك اهلا وسهلا بك اروع شكرا هيا الاولى صحيح هيا يا اخو هيا ما هيا يلا يلا هيا هيا دكان دكان هيا دكان هيا ارقص فاك هيا ارقص هيا اروح مية فكور هيا فكور هيا بعد بركة تبع فكور بعد هيا يلا يا اطفال يلا اروح مية فكور هيا خلوا حتى واحد براه الناس الكل عندهم الحق. هاني نشوف باش ما خليتو ناس بلا. هيا هيا با نبداو هيا هيا هيا. صحيت صحيت السلام عليكم سيدي. وعليكم السلام. وش رايك في البهجة هذه راها موجودة؟ والله يا شيخ كنا ننتظر هذه التظاهرة بفارغ الصبر، يعني المسيرة قلوا فيها التظاهرات خاصة في مجال المسرح. ونشكر بزاف جمعية الرسالة اللي فكرت في هذا النشاط. في هذا النشاط هذا ولأول مرة وإن شاء الله تتكرر كل عام. نقدروا نسميوها إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. ونقولوا هي الطبعة الأولى. وننتظروا إن شاء الله المزيد من طبعات بارك السنين القادمة. إن شاء الله. وشكرا. Thank you.
احسن. اكيد راه عاجبك الجمهور هكذا. والله ما شاء الله ما شاء الله، انا نفرح بالجمهور. ربي يعاونك. يديني شي فرح. صحيح صحيح. وقلنا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أطفالي الأعزاء صباح الخير، أهلا وسهلا بكم. أيام المسرح لجمعية الرسالة تحق اليوم بنورة بمدرسة إبتدائية الشهيد أو المجاهد حرشي محمد، تحية حارة. السلام عليكم. السلام عليكم سيدي. واش رايك استاذ هذه المبادره؟ هل تعتقد ان الناس اللي راهم هنا، الاطفال اللي راهم هنا، محتاجين لحاجه كيما هذه ولا ماهمش؟ محتاجين بزاف ولا شويه؟ قولي قولي بزاف صحيح، تقول هذه بارك الله يعني راهم في شوق يعني. بارك الله صحيح. عايش سعد المندوب البلدي لفرع نوره لبلديه المطارفه. الله يبارك. نشكر جمعية الرسالة للمسرح لبلدية المطارفة على هذه المبادرة الحسنة، كما نشكر المدير والمعلمين وأولياء التلاميذ على حفاوة الاستقبال. وهذه المبادرة تدخل في إطار توعية الأطفال وتعريفهم بالمسرح لبلدية المطارفة. عجبك الحال ولا؟ يا استاذ واش رايك في التلاميذ تاع نوارة؟ روعه استاذ، روعه، ناشطين بزاف بزاف. قولوا له نحبوك. قولوا له كامل الى اللقاء. هاي الاستاذ يعطيك الصحه. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر فرقه الرساله للمسرح إساءتنا لشاشرة الأولاد كما راكم تشوفوا الظاهرة في حي النوارة. أنا اسمي عماد من
نفرادو. نقرا في مدرسة خرشي محمد عمري 9 سنين السنة الرابعة ابتدائي. عجبني. وشنو يعجبك النشاط؟ عجبني النشاط. مليح والله. وش عجبك فيه؟ عجبني فيه المسرح والمهرجون. والمسرحية علاش حكيت؟ ها؟ حكيت على على العصابة. ها قول لي انت على من حكيت لها؟ على من حكيت المسرح؟ لا تكلم قول. على العصابة. ها؟ على العصابة والمهرجون. ها؟ وعلى الأرانب. وانت وش اسمك؟ بختي يعقوب إبراهيم. ايوا فاش تقرا؟ في خرشي محمد. هي السنة؟ السنة الخامسة ابتدائي. العام هذا ان شاء الله تعديوه. ايه ان شاء الله تنجح. بارك الله عندينا بس راح نديرو 15 يوم ونرجع نقرا ان شاء الله. هاي بارك الله فيك. انا اسمي يونس واقرا في السنه الرابعه. عجبك النشاط ولا ما عجبكش؟ عجبني. حمزه هاني يروح تخطفنا بحمزه ثانيه.